لكل منطقة بفلسطين خصوصية بتختلف عن غيرها من المناطق. اليوم موجودين في منتصف السهل الساحلي طولا، بمنطقة بتبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط 15 كيلومتر، موجودين في شمال غرب الضفة الغربية. موقع المدينة اللي احنا فيها تاريخي وإله أهمية تجارية عالية، بتشتهر بازدهارها بالزراعة وجودة منتجاتها لخصوبة تربتها ووفرة المياه فيها. عم نحكي عن محافظة طول كرم. حنبلش مشوارنا في طول كرم من مسقط رأس ضيفنا، حنبلش مشوارنا مع زميلنا معين شديد من بلدة علار. علار بلشنا المشوار، ريحة الأرض وبيت العيلة وذكريات مقاعد الدراسة. انتقلنا لمدينة طول كرم ووسط البلد. يعني واحنا بوسط البلد لاحظت قديش في لك شعبيه، يعني فيش واحد مرق ما سلم عليك، ان كان ماشي على رجلين، كان ماشي بالسياره بينادي عليك ابو اشرف، ابو اشرف كيفك، شو اخبارك. قد هذا الاشي بيكون حلو في جواتك صراحه. هذا الرصيد وهذا راس المال اللي هو الناس. بس كمان انت كمان انا بصراحه دارين يعني رافع شعار في هالحياه، الحياه الرقي في البساطه فعلا. انا حتى في اثناء تقاريري اللي كنت اعدها ورسائلي كنت قريب من الناس وجدا قريب، وحتى بعض المصطلحات وبعض اللهجات كثير حتى من التقارير اللي بجوز بعض الاحيان بيستصفوها الناس، ولكن هي كانت انا كنت بصراحه انجح في رسم ابتسامي على وجوه المشاهد عندما اشاهد على هذا الموضوع. يعني انا واحد من الناس اللي بيشهدوا هذا التقارير. قديش الواحد بيكون قريب من الشارع معي، قديش بتكون إليك جماهيرية. حنحكي عن التفاصيل في برنامجنا اليوم في حلقتنا سوا سوا، حنحكي عن هاي التفاصيل في اختيارك للمواضيع أثناء إعدادك للتقارير. يعني كنت تدور على أبسط الشغلات، خليها حنحكي فيها إن شاء الله. إحنا هلأ لساتنا في وسط البلد. وسط البلد عند دوار دكتور ثابت الله يرحمه. الله يرحمه صحيح. كان ثابت فقدته فلسطين، فقدته طول كرم، يعني هو قائد بمعنى الكلمة، هو كان أول عملية اغتيال لسياسي فلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وحدات خاصة في نهاية 2000 أقدمت على اغتياله بدم بارد، وهو يخرج من منزله كان متوجه لعمله في وزارة الصحة، باغتته رصاصات الاحتلال، سقط يوميتها. كان يوم حزين، وربما الجنازة الأكبر كانت في تاريخ محافظة طول كرم وربما الشمال هي له. وفاء لدكتور ثابت أبو أحمد، يعني أقيم هذا الميدان، أطلق عليه اسم ميدان الشهيد ثابت. نحن الآن في قلب ميدان الشهيد ثابت كما تشاهدين، يعني هي منطقة استراتيجية بوسط طول كرم. نتحدث عن البناية، هذه دار البلدية القديمة، هي اسمها مبنى السرايا العثماني. كانت دار البلدية القديمة ثم حولت لمدرسة، ورمموها كل فترة وفترة. والأصدقاء الإيطاليين أتوقع آخر فترة رمموها وتحول الطابق الأعلى إلى نزل. نعم. لفندق، شقق فندقية من أجل السياحة، وفيها مركز حلو مكانها في وسط البلد كمان، جاهزة كفندق، وفي كمان مركز للاستعلامات السياحي لتقديم المساعدة لأي سائح وصلت الكلم. المبنى القديم حتى الآن لا يزال تحت سيطرة البلدية، يستخدم للنشاطات الثقافية. طول الكرم فيها نشاطات ثقافية متميزة، فيها ودبع شعراء، عندنا في يعني وزارة الثقافة تقوم بنشاطات تقريبا شبه أسبوعية، وعندنا الصالون الثقافي
تشرف عليه. في له جلسات أسبوعية؟ صالون الثقافة ويهتم بالروايات أكثر. حلو. بإطلاق الروايات والتوقيع على الروايات، فبالتالي يقوم باستضافة أيضا روائيين سواء فلسطينيين أو من الداخل الخارج. أو من العرب. واسين الأعرج حضر، وأيضا تم مناقشة روايات عربية، ويقوم أيضا حتى بنشاطات خارج محافظة طول كرم، جولات ومسارات أيضا المشي في محافظات أخرى. كما ذكرت لك نحن في ميدان جمال عبد الناصر، هون بيجي مجمع الغرفة التجارية، وهي المتحف، متحف طول كرم، متحف أثار طول كرم، كل ما يتم ضبطه من مقتنيات أثرية من سواء من قبل الشرطة السياحية أو من خلال جهود وزارة السياحة والآثار يتم وضعه. ميدان جمال عبد الناصر اللي هو قلب المدينة الحقيقي، ميدان جمال عبد الناصر القديم وهون عندنا احنا ميدان الشهيد ثابت، فبالتالي هذا هو الشارع الرئيسي قلب المدينة كما ذكرنا، وبتفرع عنه المستشفى على فكرة كمان مبين من هون باسم شارع الشهيد، برضه مستشفى الشهيد ثابت صحيح. تم إطلاق اسمه عليه. فطول كرم يعني حقيقة هي جميلة. تعرفنا خلال مشوارنا على أهم المتاحف في فلسطين، متحف آثار طول كرم اللي بيحتوي على مقتنيات وأوراق ثبوتية بيرجع عمرها لعقود طويلة. شيد المبنى في نهاية الفترة العثمانية ليكون مقر للبرق والبريد، وتم استخدام المبنى أثناء فترة الانتداب البريطاني، وأصبح في العام 1953 مقر للقائم مقام خلال فترة الوصاية الأردنية. عام 1995 قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الـ UNDP بترميم المبنى لاستخدامه كمتحف للآثار والتراث الثقافي، وأعيد ترميمه مرة تانية في العام 2014 بالتعاون مع متحف المرأة الدنماركي. المتحف على المواد الأثرية حسب التسلسل الزمني من العصر الحجري النحاسي وحتى نهاية العصور الإسلامية، وبيضم مواد متعددة من الوثائق والمخطوطات والمواد التراثية اللي كانت تعكس الحياة اليومية في طول كرم، منها الزي الشعبي والأدوات المنزلية والأدوات الزراعية وبقايا الأعمدة الحجرية ومعاصر للزيتون وغيرها. من أهم أهداف المتحف الحفاظ على المواد الأثرية والتراثية وصيانتها، ونشر الوعي بأهمية التراث الثقافي كرمز للهوية الوطنية الفلسطينية، وبالطبع المساهمة بتنشيط وتنمية السياحة بأنواعها المختلفة.
الصليب الأحمر استوقفتنا القصص والذكريات اللي حملت عنوان الاعتصام اليتيم في الضفة سابقاً ليكون لقاء في كل يوم ثلاثة لأهالي الأسرة، واللي شكل نافذة بين الأسرة وذويهم. هذا المكان له ذكريات جميلة في نفسي سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المهني. طبعاً أنت لحد اليوم بتتواجد مع أهالي الأسرة في كل يوم من ثلاثة من 15 سنة لحد اليوم، وهذا الاعتصام قائم أمام الصليب الأحمر بطول كرم. كان يعتبر يسمى الاعتصام اليتيم في الضفة، كانت طول كرم يعني هي الوحيدة التي تنظم اعتصامات أسبوعية. نعم. فبالتالي كانت محسودة من المحافظات الأخرى بصراحة وحتى من الأسرة. يعني أنا كل ثلاثة كنت أعمل وأعد تقرير عن الأسرة في سجون الاحتلال، كان هو النافذة للأهالي على السجون ونافذة الأسرة على أهاليهم. على أهاليهم. فبالتالي كان من أنجح الاعتصامات في الضفة الغربية هو اعتصام طول كرم. كل الثلاثة بيجمعوا في الصليب الأحمر، في أمام الصليب الأحمر بيجتمعوا، وكل واحد بيجيب معاناة ابنه خاصة أثناء الزيارات، وإحنا بتعرف كيف بدنا نعمل على إثارتها من خلال تقاريرنا الصحفية. من الصليب الأحمر لمخيم طول كرم، ثاني أكبر المخيمات في الضفة، المقام على مساحة كيلومتر مربع واحد، وتغطية الأحداث خلال اجتياح جيش الاحتلال للمخيم. في مخيم طول كرم هو ثاني أكبر مخيمات في الضفة الغربية. محافظة طول كرم فيها مخيمين، طول كرم ومخيم نور الشمس. مخيم طول كرم فيه حوالي 23,500 إنسان بعيشوا في هذا المخيم، ساكنين في كيلومتر مربع واحد. مساحة كيلومتر مربع واحد. طبعا في حوالي 12-13 ألف استناد الوكالة عايشين خارج طول كرم في المدينة أو في القرى. مخيم نور الشمس حوالي 13,000 تقريبا، أقل منه كثافة سكانية. هذا المخيم قدم مئات الشهداء يعني سواء في الانتفاضة الأولى أو الثانية أو حتى يعني في الأقصى. قدم مخيم طول كرم كثير، وهو كان معقل كتائب كمان من الأجهزة العسكرية اللي تشكلت خلال الانتفاضة الثانية، وتعرض لاجتياحات واسعة وشهد معارك وصدمات ومواجهات مسلحة وشعبية. كيف كانت التغطيات الصحفية لما كنت تغطي أثناء الاجتياحات؟ كيف كان التحرك؟ كيف كانت تحكي لنا عن هذه الذكريات؟ يعني ظروف صعبة وقاسية جدا في ظل منع التجول. كنا نخرج وكنا نتواصل مع الناس مشان نحصل على المعلومة. بتعرف في الفترة الماضية ما كانش لا فيسبوك ولا تويتر. صحيح. ولا ما كانش مثل هلأ ولا أجهزة هاتف نقال، كله كان إما على الأرض أو من خلال التواصل الشخصي. يعني أحلى إشي أبدع إشي هي لما كان حدا يشوف حدا ويقول له المعلومة اللي صار. الانتفاضة الأولى كان المراجعة الشخصية، يعني كنا نقعد في المكتب أو في البيت يجوك الناس يحكوا لك إنه والله صار هيك، صار 1-2-3. فما كانش أجهزة التليفونات كثير وسائل الاتصال. الانتفاضة الثانية يعني كل كان في تليفونات وأجهزة هواتف نقال، كانت أهون شوي لكن كان في مخاطرة. يعني أكثر من مرة إحنا كنا عادة نوقف على المدخل الشمالي للمخيم أو المدخل الجنوبي إله فقط، والساحة المعركة تكون مع الجيش في هاي المنطقة. طبعا وغير الأزقة جوا داخل المخيم، بس لكن إحنا تواجدنا حضرة السلام الأمنية والسعادة كنا نوقف عادة عند المدخل الشمالي أو في منطقة بعيدة. بعض الأحيان يعني أكثر من مرة أطلقوا علينا النار أكثر يعني. من مرة أطلقوا علينا النار الجيش عشان يبعدنا عن المنطقة. يعني في يوم من الأيام سقط 17 شهيد في مخيم طول كرم الاجتياح، لما اجتاحوا الضفة الغربية دخلوا على مخيم 17 شهيد في يوم واحد. في يوم واحد كان صعب جدا، يعني أمور يعني لا يمكن وصفها كيف كانت. قديش صعب إنه الواحد يتعامل مع الأحداث اللي مثل هاي؟ أول شيء هو ابن البلد طبعاً. بيعرف أهليهم بيعرف ذويهم، حتى لو إنه هدول في داخل المخيم هدول خارج المخيم أو ابن قرية أو ابن المدينة نفسها، في نهاية المطاف كلنا واحد. أصعب موقف كمان جارين لما كنا نروح المستشفى ويجيبوا لك شاب شهيد معك تكتشف إنه صديق لك بتعرفه صديقك. كان موقف صعب جدا، صعب صعب. وأصعب موقف كمان إنه كنا يعني نعلم بعض الأحيان ربما في نوع من الخطأ
وكنا نعلن عن اسم الشهيد قبل الأهل يدروا. من المخيم توجهنا لبيت صاحب الابتسامة، إن صح التعبير تحفة فنية جمع فيها حب الأرض والتراث والذكريات واللمس الحضرية. مشوارنا للمضافة، المضافة اللي معروفة على صفحات الفيسبوك، يعني أكثر من حدا صار سائل شو هذا المكان، بفكروا مكان واسع كبير كتير، مكان زي المتحف، شو سره شو قصته هذا المكان؟ يعني بصراحة أهلا وسهلا فيك مرة أخرى في هذه المضافة البسيطة. هي مضافة متنفسنا، متنفس ما بعد الدوام، ما بعد يوم عمل طويل ومرهق. وبصراحة ربما حنيني لمسقط الرأس اللار والأجواء الريفية شدني كثير إني أعمل هيك مضافة في البيت. هي مضافة خارجية في الحديقة كما تشاهدين، ربما هي شتوية أكثر منها صيفية. جمعت كل ما تمكننا من جمعه، سواء من بيت العائلة في اللار أو من خلال الأقارب والأصدقاء، وحاولنا نعمل هيك إشي، نجمع الأمور التراثية الجميل اللي كان يستخدمها الآباء والأجداد وأيام الزمن الجميل بالنسبة إلي. فعلاً يعني أنا عم بطلع في راديوهات قديمة الاستلال، شنطة العروس، شنطة العريس عفواً، صندوق العروس، يعني في أكثر من إشي، حتى الميزان له إشي أثري انخرط، بطل قيمته بالبلد. اليوم تحول الإلكتروني، صحيح الإلكتروني كل 4-5 أيام ما بشوفه إلا باي باي، خربان على السريع. فبتحكي في البابور، في المكوال على الكهرباء، مكوال غاز، آلة طابعة قديمة، أجهزة تليفون قديمة، كمان مطحنة القهوة هي النحاسية، ساعة، منبهات، لوكسات، يعني صواني، صدر نحاس، شغلات، مفتاح، حتى العقال، مفتاح طبعا، حتى العقال، مفتاح الدار، دار سيدي، وأجهزة موسيقية قديمة جدا موجودة. فبالتالي هاي السلال اللي خلفك كان يستخدموها لدرس الزيتون في العصارات، هاي العصارات القديمة. وفي النوع الثاني اللي هو الحد، هاي عصارات النص أوتومات. يعني أبو أشرف، لاحظنا من خلال تواجدنا معك اليوم في كل مكان لك شعبية كتير كبيرة. الحمد لله. يعني هذه الشعبية أول شيء بتعطيك قوة أنت لك كشخص، بالإضافة لأنها يعني كتير بتساعدك في حياتك اليومية. كيف تكونت هذه الشعبية عندك من قبل الناس؟ رقم 2، شو بتستفيد منها على مستواك الشخصي؟ هلا كيف انبنت؟ بتقدر تحكي عن سنوات طوال، يعني ربما انا في طول كرم من 87 فتحت مكتب للصحافة في العام 1987 مع بدايات الانتفاضة وبلشت، فتراكمات هي. 2، اهم شيء عنصر الثقة. 3، وربما قبل، يعني خلي عنصر الثقة رقم 1 أو 2، رقم 3 البساطة. الناس بدهم الإنسان البسيط، ربما بجوز واحد يشوفني من بعيد يفكر حاله مين هذا ومين كذا. فلما تتعاملي مع الطبقات البسيطة جدا، تتعاملي مع الناس ببساطة، بتفرضي احترامهم وبتفرضي كمان انهم يحبوك غصب عنك. يعني هاي الطريقة حلوة كثير. يعني أنا بعض الأحيان بخجلش إني أتصور أنا وعامل النظافة، بتصور أنا وياه بكل فخر وبحط صورته على الفيسبوك وكذا وكذا، ويكونوا إلي أصدقاء بلاقيهم بالشارع. بجوز شفتي اليوم كيف يعني من مختلف الطبقات، ومن مختلف كمان حافظت على علاقة مع مختلف كمان الفصائل الفلسطينية بصراحة.
يعني حافظت على حالة من التوازن في إطار طبعا المهنية الصحفية، ربما في العلاقات الشخصية إلى تشعبات، ربما إلى يعني إلى مثلا أصدقاء ربما يكونوا متناقضين مع بعض، لكن هم أنا عنصر مشترك بينهم كصديق. فبالتالي هاي بدها يعني شطارة إنك كيف أنت تكسب ثقة الشارع وثقة المواطن العادي. المواطن العادي مهم جدا، هو رأس المال. يعني كنا نلاحظ من خلال إعدادك للتقارير، أنت اشتغلت سنوات طويلة لإعداد تقارير، وأعطتني مرة إحصائية في سنة واحدة 2013 279 تقرير، 750 VTR و149 لايف. 149 لايف، يعني احنا بنحكي عن ارقام خياليه. كانت حصه طول كرم 3 مرات يوميا بالضبط، انه حدا بيغطي محافظه بحجم محافظه طول كرم مع مخيمات هالاثنين وقراها ايضا. عاده كنت تدور على تقارير غريبه، يعني احنا كنا نستنى دائما تقرير معين جديد لسبب رئيسي، نشوف الابتسامه، نشوف الموضوع اللي مختاره. يعني ما توقعناش في حياتنا نحضر تقرير عن العدس. أو انا بصراحه كنت اخلق الحدث او اخلق موضوع التقرير بالاحرى يعني. وكنت احاول دائما كيف الجو العام اخلق تقرير ينسجم معه، حلو يطلع الشتاء بده تقارير شتويه، ما بقدر يجي اعمل تقرير عن شيء يعني تاني. حتى الامثال الشعبيه عملنا عنها، المربعنيه عملت عنها، العدس عملت عنه، اللوف عملت عنه، وسائل التدفئه بالشتاء. فهي التقارير الحلو فيها انه المواطن نفسه مواطن بسيط على فكره، مواطن بسيط وطيب، فلما يشوف هيك مواضيع في منهم بيستغربوا، في منهم بعض الاحيان فلاسفه الصحافه صحيح بجوز بيقول لك ايش جاي يعمل لي عن العدس. لا، تقرير العدس بيعمل لي تقرير العدس بالنسبه لي في الشتويه اهم من اي تقرير ثاني. لا، وبعدين بيعمل لي يعني بيعمل لي حالي في الشارع انه الكل يعني بيتغنى فيه، مش شرط اني انا اجي اقعد ورا الستاند واقعد القي خطابات والقي بيانات وبطريقه وكذا وكذا. صحيح، الرقي في البساطه والابتسامه تجذب المشاهد، هاي نقطة مهمة جدا. ابتسامة الناس لعلمك بعض الأحيان جزء ما يسمعوش الكلام، بس لغة الجسد على الشاشة بتلعب دور كبير، انه بشوفوا كيف مع رسم الابتسامة. طبعا هم بشوفوا ابتسامة كذا وكذا، يعني انتوا كنتوا حتى لما كنت تقدم نشاط الأخبار كنت تصنع ابتسامة، ربما في بعض التقارير كنت أشاهدك تصنع ابتسامة. هالابتسامة المواطن العادي بكيف عليها، انه كيف هيك الانسجام، كيف التفاعل كذا. فهذا المطلوب، هذا المطلوب. قديش وسائل الإعلام بتكون قريبة من قضايا وهموم الشارع قديش هي بتكون ناجحة. عيلة في منطقة سلفيت مرة كمان رحت زرتها، عندهم حوالي 4 إلى 5 معاقين، أطفالهم كلهم معاقين. كتبنا عنهم مكتب الرئيس فورا ثاني يوم ساعدهم. تشعري بأنك قدمتي إشي. الأيتام دار اليتيم العربي 50 يتيم نزيل، كتب عملنا تقارير عنهم. هذا كل سنة بيكونوا موجودين عندك في البيت على فكرة. الحمد لله. في لهم يوم مخصص في رمضان. أنا بعرف إنه هذا لهم يوم لحالهم. في رمضان كل رمضان بجيبهم، وشرط إني أنا اللي بطبخ لهم كمان بإيدي للخمسين شخص. الله يجزيك الخير. الله يعطيك العافية يا ستي وللكل. فنجان القهوة في الصباح، يعني معروف لازم كل يوم الصبح الجميع بيكون بيشوف على صفحتك فنجانين قهوة، بيشوف على صفحتك قطعتين من الحلو أو الشوكولاتة أو أي نوع من أنواع الحلو، ممكن يكون تمر حتى. طب سنوات يعني إلك ماشي على هذا النهج صيف وشتاء. أولا كثير ناس بتقول إنه ما زهق، انه شو العبره في الموضوع؟ فعلا شو العبره في الموضوع؟ كم عندك فنجان قهوه عنده؟ كم طقم فنجان قهوه؟ كل يوم عندهم حلو. اسمع شوي، انا الحياه حلوه اذا احنا عرفنا كيف نعيشها بصراحه، واذا احنا عشنا الحياه مش الحياه تعيشنا، حلوها بمرها بطولها بعرضها، فبدنا نعيش الحياه. وهالعداد من العمر بيسجل، بيرتفع عمرنا يوم بنقص عمرنا من الجهة التانية. هاي معادلة الحياة. اثنين، شرف انا شعار في حياتي بعرفش يعني فيش اشي بيستاهل. واحكي لك سر، حتى لو تكون مثلا انا عطش او ماء مع زوجتي الصباح لازم فنجان القهوة يسوي الاوضاع. مين اللي بيعمل فنجان القهوة؟ انا اختصاصي. حلو. اي صنية القهوة الصباحية هي شغلة. اليوم كان كتير ممتع معك، اتنقلنا من مكان لمكان، يعني مختلف ان كان في القرى، كان في المخيمات، إن كان في وسط الشارع في محافظة طول كرم، وأيضا في بيتك في نص بيتك. نهار كان جدا ممتع، بتمنى إنه إحنا كمان ما نكون تعبناك. لا بالعكس، في برنامجنا مع إنه
صعب جدا الانسان يحكي عن حاله، يعني قديش بقدر عندي استعداد. يعني احنا حاولنا نسرق منك حكي لانه في كذا شيء احنا كنا حابين نحكي معك فيه. وانت لا شعوريا يمكن هذا انا وانت يمكن رابع لقاء او خامس لقاء ماكسيموم بيناتنا من 9 سنين لحد اليوم احنا بنعرف بعض. ففي اشياء كنا نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي على الشاشه حبينا نسالك عنها اليوم، وشفتيها على ارض الواقع. وشفتها على ارض الواقع في برنامجنا، في برنامج سوا سوا احنا عاده بنستضيفك وانت بتستضيفنا، فاحنا كثير كنا مبسوطين في طول كرم. سعيد جدا وبيكي وبالطاقم وبالمخرج اخونا عزام، فاهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا وربنا فيك. يكتب للجميع التوفيق ومزيد من العطاء والتميز والابداع، وان شاء الله بتضل الابتسامه دائما على وجهك. هي اكيد لازم تحت كل الظروف ابتسموا. الله يعطيك الف عافيه. وفيش نستاهل وحطه بالخرج. احنا سعيدين بوجودك معنا. الله يسعدك. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك.